شتي دابا نمشي نعس 10 سنين ما بغيتش نقول 50 عام ونفيق غير شهر واحد وغادي نضرب الدور على كل هاد التجارب اللي كتشوف في الساحه الفنيه دابا. هل تشاطر بعض النقاد عندما يقولون انك تبدو باهتا على الشاشه؟ انا الله يجازيهم بخير. الزرواني في الافلام التلفزيونيه في المسلسلات الا كانوا 90% او 95% كيخافوا من الكاميرا. انا الكاميرا كتخاف مني. شكرا على تواضعك سي الزرواني. انت فنان اكيد فنان كبير ومبدع ولكن كاين اللي كيقول مشات عليه وما قدرش انه يساير. ايوا انا جالس معك دابا علاش استدعيتيني؟ يلا في احد الخرجات ديالك قلت ان الزواج هو اسوأ انواع العبوديه ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الانسان سواء بالنسبه للمراه او الرجل. كيف ذلك؟ ايوا انا ما عرفتش والله ما عرفت. ايوا لان فكره الزواج بالنسبه لي مختلقه. شو بي بعدا انا عزيز عليه بزاف حتى هو ماشي كاع بزاف ولكن عزيز عليا. اسمح باش غندور الروضه. هو يهضر معايا في التابوت. شنو؟ ايه بصح قال لي الزروالي سي طيب يا بنادم قال لي وهادو دابا اللي خدامين بهذا الصداع وهاد الدنيا هذا قول لهم يسقسوني يخلوني نموت في خاطري. هذا الطيب قال لي اش. اهلا بكم. الاختلاف لا يفسد للود قضية. نطل عليكم من جديد في حلقة من حلقات برنامج توجهات. ضيفنا وضيفكم هو فيلسوف المسرح الفردي الفنان الغابض سي عبد الحق زروالي. أهلا بك. تحياتي. شكرا على قبولك الدعوة. ربي يحفظك. في البداية غادي نبغي نرجعك شوية اللور. الثمانينات من القرن الماضي تمت دعوتك إلى مدينة تطوان لتشارك في عرض مسرحي رفقة بعض الشباب، فإذا بك تتفاجأ بأن الحضور قليل جدا بسبب لقاء ديال مباراة لكرة القدم، فقلت لهم لقد كوروا عقول الشعب. تتذكروا هذا السي زروالي؟ ماشي بالضبط كنتذكر ولكن قد يحدث. قد يحدث لأن أنا ماشي ضد الكرة ولكن مع الأسف الشديد أننا ولينا ملي كنبغيو نبرمجوا شي عرض دابا ما كنفكروش تفشي جانب واش القاعة مناسبة واش الجمهور غيكون، كنفكروا واش كاين هذاك النهار شي مقابلة كرة القدم، لأن إذا كانت مسابقة ديال كرة القدم معناه أن المسرح ولا أسير ديال هاد المبالغة في الاهتمام بكرة القدم، في حين أن في أوروبا فاش كان كأس العالم باريس كانت الملعب عامر في الافتتاح ولكن كانت 60 قاعة مسرحية عامرة بالعشاق ديال المسرح. انا ماشي ضد ولكن ملي خصنا نمشيو متوازنين، هذا اللي بغيت نقول. فكره واضحه السي زروالي. الممثله المسرحيه منى كامل تقول المسرح المغربي متوهج بالخارج وواقعه مظلم على المستوى الوطني، كتوافقها الراي السي زروالي؟ ماشي ملي كنهضروا على المسرح كنبقاو نقولوا الزمن الجميل وهالشيء، لا المسرح عنده قرن، العمر ديالو قرن 26 1926 وحنا دابا في 24 2024، فمازال قرن لا يعني هاد نبقاو نقولوا الرواد وجيل القنطره وجيل الامال كنهولوا الموضوع. حنا كاين اللي كاع وصل لواحد الدرجه من المغالاه وقال لك باللي المسرح دخيل على الثقافه المغربيه ولا العربيه ولا الاسلاميه ولا هادشي. اذا المسرح هو واحد النبته ما يمكنلاش تتم الا في واحد البيئه اللي كتوفر على مواصفات معينه، شغف، التغذيه الفكريه والروحيه اولا. ما عندناش حنا مازالين مشغولين بالتغذيه البطنيه واشياء اخرى بلا ما نسميوها بالاسم، ومازالين كنضاربوا مع الزمان على الكرا والماء والضوء والمواصلات والتدريس والصحه وهالشيء، فمازال ما وصلناش داك المرحله ديال اننا نوليو كنخصو من الدخل ديالنا واحد القسط للتغذيه الفكريه والروحيه. 40 مليون شحال كتبيع من كتاب في السنه؟ احسن كاتب ما كيبيعش 500 نسخه. اذا هذا رقم مخيف جدا. فهذا باش ما نشعبش النقاش، اذا المسرح المغربي راه يحبو، ما زال يحبو، يتعثر في الحبو ديالو. صحيح درنا انجازات ما نكروش ولكنها مقارنة بالمقياس العالمي كتبقى كفاءات عالمية ولكنها ما صابتش البيئة المناسبة، ما صابتش ذاك الدفع القوي اللي هو ماشي الدولة، لا العرض والطلب.
الانسان المهووس بحب المسرح ما كاينش، صافي انتهى الكلام عندك. اليوم ما بقاش الاهتمام ديال المغاربه بالمسرح. ما عمرو كان كاع اصلا، باش تكون معك واضح، لان عندهم الحلقه، هما تربوا ان المسرح هو الحلقه، المسرح هو البساط، المسرح هو سيد الكتفير، المسرح هو عبيده ترمى، المسرح. فبالتالي من ديبار، من الساس، تم وضع المسرح في واحد الاطار غير مناسب، يعني مفهوم قدحي، غنجيبوهم يضحكونا ينشطونا يبسطونا. المسرح ماشي هو هذا. في المجتمعات الراقيه المسرح هو ماشي داك الكلمه المتداوله مراه الشعوب وداك الشيء، لا لا، المسرح هو البوصله التي تسترشد بها الشعوب من اجل الارتقاء في جميع المجالات. حنا حطيناه في واحد الزاويه باش ملي يكون طالع لنا الدم نبغيو نتسلاو شويه، اجي نمشي نشوفوا شي مسرحيه تضحكنا. ماشي هذا هو الهدف. كاين اللي كيقول، اسمح لي سي زروالي قطعتك، كاين اللي كيقول على ان المؤسسات لا تولي اهميه للمجال المسرحي او الفني الثقافي عموما لانها كتعتبر ثانوي وغير للترفيه وفقط. اش كتقصد بالمؤسسه؟ الله المؤسسه، كنهضروا على المؤسسات، كنهضروا على مؤسسه الوصيه، وزاره الثقافه على سبيل المثال. وزاره الثقافه هي جزء من واحد الماكينه اللي كتقود القطار ديال هذا البلد. فبالتالي الميزانيه ديالها، انا كنت في وزاره الثقافه خمس سنين وكنعرف هاد التفاصيل. ما يمكنش واحد العربه في واحد القطار، العربه 14 ولا 12، تخرج من التيار ديال القطار اللي هي فيه وتبغي تنفرد وتمشي بواحد السرعه اكثر من السرعه ديال العربات الاخرى. شحال السرعه عطيتك؟ فلذلك وزاره الثقافه من 67 حتى لدابا تراكموا عليها واحد اكثر من 20 وزير ثقافه وكلهم داروا مجهود، ما كنكروش، ولكن مع الاسف الامر لا يتعلق بهذا وزير مشى ونجيب وزير اخر وكيجي وكيبغي يزول داك الشيء اللي دار الوزير باش يدير هو شي برنامج اخر. هذه ماشي قضيه وزاره، قضيه اختيار ديال البلد. حنا دابا الان مقبلين على كاس العالم، ياك احنا ملاعب القرب والمدربين والمعهد الملكي لدا والسهدا والميزانيات والاهتمام والدعم والشيء، ما عندناش هذا المشروع. بالنسبه لها هو مسرح كبير في بورغراد باقي لحد الان، هو سيبقى مجرد هيكل مثير مشرف ولكنه لا علاقه له بالمسرح. ولكن قدروا استاذ زروالي نلومكم انتم الفاعلين الفنيين والمسرحيين والمثقفين، ما بقيتوش متواجدين بقوه كيف ما كنتوا مثلا. شكون حنا؟ المثقفين والمبدعين. راه 70% ماتوا الله يرحمهم. الله يرحمهم. وهذا الجيل القنطره اللي هو حتى هما جيل الرواد، انا قلت لك 70% مشاو، بقاو غير شي حبات محطوطين هنا ولا لا. الله يطول لهم في عمرهم. ايوا، وكاين اللي كيقول العكس ديال هذا الدعاء ديالك. لا لا. وكاين جيل القنطره اللي هو الهوات تمحاو نهائيا. كاين جيل الامل ديال المعهد. الامل المعهد عقلاني في تفكيره، كيقول لك انا قريت في المعهد تخرجت، عطوني منصب في واحد المديريه في واحد كذا، كندير الوظيف ديالي او ما كنديروش، هذا سؤال كبير، وكندير شي فرقه وكندير شي مسرحيه وكناخذوا الدعم وكنمشيو شي مهرجان وانتهى الكلام. ما عندهمش ذاك الفكره اللي كانت في البدايه ديال الاستقلال، اننا كنا باغيين يعني نمشيو، باغيين نخترقوا العالم بوالو، ما كاينش امكانيات بوالو باستثناء الصديقي والعلج والجندي وعبد الله شقرون وعفيفي وهادشي، هادو كانوا محضيين يعني تحت الحضانه ديال الدوله، فبالتالي حقوا شي انجازات فرقه معموره الى اخره. ولكن هوات اللي كنعتبرهم انا هما ثقل، هما الذخيره الحقيقيه ديال المسرح المغربي، يعني اكثر من 35 سنه لم تتح لهم ولو فرصه واحده لكي يؤكدوا قيمه المسرح في المغرب. فجهدوا بالاسباب، مع الاسف انه كان تغير الخطاب السياسي على الخطاب الفني والابداعي. السبعينات تعرف زمن كنسميوهم سنوات الرصاص، كان ظهور ناس غيوان، مسرح الهوات ولا كل شيء داير شوكة على المسرح، فن مشاغب، فن مشاكس، فن موظفة الأحزاب المعارضة باش تستعملوا كبوق ديالها للوصول إلى السلطة وإلى المنافع وإلى الامتيازات. وهذا اللي وقع بالضبط، فكلهم
المسرح ما صابش شرحته لا مع السلطة أي الإدارة ولا مع أحزاب المعارضة التي استخدمته ولم تخدمه. هذا الواقع. أنا كنجاوبك يعني أكيد أنا عصرت أواخر جيل الرواد وواكبت جيل الهوات من 67 حتى 76 ديال مسرح الهوات وبقيت شاد ماشي شاد مقدمة القافلة. أكيد أنت من مؤسسي ديال المعهد. طب ماشي من المؤسسين. مؤسس والله يخليك يا استاذي وشوف وكان وهيك نضحك معك ولكن فعلا انا كنت في 83 في وزاره الثقافه وكان المسرح وصل لواحد اندحار ما بقى لا هوات لا فرق محترفه لا حتى حاجه. ايوا السي بالبشير دكتور سعيد بالبشير وزير الثقافه شفنا شي عرض مسرحي مخيب للظن والامال والمسرح المغربي فخرج غاضب من المسرح قال لي شنو هادشي. قلت له صافي يا سي وزير راه المسرح انت كتقول دائما الله لا يعبد الا بالعلم والمسرح لا يمارس الا بالتكوين والتخصص. قال لي شنو. قلت له البلدان العربيه اللي استقلت من بعد منا كلها عندها معاهد المسرح احنا مازالين كنقتاتوا وكنستندوا على داك المواهب مواهب كبيره وكيخصها تكوين. قلت له الان لا المسرح لا يمارس الا بالتكوين والتخصص. مع الاسف الجيل السابق ما كانش عنده تكوين ولكن كان عنده ابداع. الجيل ديال التكوين عنده تكوين ولكن ما عندوش الروح. بحال شي جوج سيارات وحده الكاروسري ديالها مساري ولكن الموتور صحيح. ودابا عندنا واحد سيارة الكاروسري ديالها هكذا كيدير ولكن الموتور ديالها عيان. على ذكرك الابداع سي زروالي انت فنان اكيد فنان كبير ومبدع ولكن كاين اللي كيقول مشات عليه وما قدرش انه يساير. انا جالس معك دابا علاش استدعيتيني يلا؟ لا استدعيتك لانك نقدر نقولوا من رواد فنان كبير مبدع. شوف خلينا 10 سنين وهذه غتعاودوها. شوف ديروا بها إشارة خاصة. شتي دابا نمشي نعس 10 سنين ما بغيتش نقول 50 عام ونفيق غير شهر واحد وغادي نضرب الثور على كل هالتجارب اللي كتشوف في الساحة الفنية دابا. كاين اللي كيقول أن سي زروالي الجمهور الواسع المغربي عرفوا من التلفزيون ما عرفوش من المسرح. لا هذه استراتيجية خاصة ديالي. أنا كنت في الأول مصنف رصيد من النخبة الشيكسبيريات والبريشتيات والموليريات وداك الشيء ديال الفلسفه وديال داوز بيكيت وداك مسرح العابات ومسرح. واحد النهار قلت مع رشيد الزروالي واش انت غتبقى دابا مشهور غير بهذا 5% ولا 10% ديال هذا النخب ما يسمى بالنخبه كنسميهاش انا النخبه ما يسمى بالنخبه وتبقى كتزايد معاهم على اقتناص الكلمات والمصطلحات والشعارات وقال فلان وقال فلان. قلت واش ديال مالك انت بغيتي دير المسرح راه خاطب الناس ماشي باللغه ماشي تنزل ابدا. كاينش هذه الفكره ديال واش نطلعوا الجمهور اللي عندنا ولا حنا نزلوا ما كايناش. فاسترشدت ببوصله استراتيجيه الحكمه كنسميها حكمه يعني ودخلت لهاد. في الاول كان عندنا موقف حنا كاع من هادشي ديال التلفزيون وهادشي السينما وداك الشيء كنعتبروه نوع من الخروج على الصواب. ولكن بعد قلت شوف بنادم انت كاع هاد العام كله غدير 100 عرض كل عرض غيحضروا لك 400 500 1000 الناس يلاه هي 100000 راه عندك 30 مليون ناس كي غدير انت 29 مليون و 900 الف زعما ما كيهمكش. هي فاش خديت المبادره بدايه الثمانينات انني نتوجه لاستغلال واستعمال القنوات التلفزيونيه وكانوا غير جوج ولا وحده ولا باش نوصل ونخترق البيوت ديال الناس باش ملي كنمشي دابا مثلا لبوعرفه ولا الداخله ولا بنفرح ما كيجيش داك الجمهور اللي كيجيبو تهافت ما كيجيش باش يشوف المسرحيه كيقول هذاك اللي لعب الدور ديال المشموم غنمشي نشوفوه هذاك اللي لعب الدور ديال بوشعيب غنمشي نشوفوه هذاك. اذا هنا كاين الغايه والوسيله. فهاد الانفتاح ديالي على التلفزيون من خلال افلام ومسلسلات وغيرها خدم تجربه والمسار ديال التجربه ديال عبد الحق الزروالي في مجال المسرح الذي يريد. تمثيل المسرح غيره امام الشاشه. هل تشاطر بعض النقاد عندما يقولون انك تبدو باهتا على الشاشه؟ انا الله يجازيهم بخير. بالعكس انا جميع الممثلين اللي شاركت معهم في الافلام وفي التلفزيون كلهم تيقول لك اخويا شوف هذاك الزروالي راه
في البلاطو ما كتتعاملش معاه كمجرد ممثل معاك، كيخلعك بنات ولا ممثلات وممثلين. كنقول انا كناخذ بيديهم كنقول ما جابس انا دابا شوف اجي كي غنديروا لهادي باش كنبسط معاهم النقاش وباش كنولي انا بحق زروالي اللي عاد بحال شي واحد عاد كيبدا في هذا المجال باش كنهرس لهم داك الانبهار اللي عندهم وديك الصوره اللي واخدينها عليا. انا غنجاوبك بجمله واحده. الزروالي في الافلام التلفزيونيه في المسلسلات الا كانوا 90% او 95% كيخافوا من الكاميرا، انا الكاميرا كتخاف مني. شكرا على تواضعك سي زروالي. كتابه السيناريو من اعقد مراحل اي عمل درامي. كيف تقيم ما وصل اليه كتاب سيناريو في المغرب اليوم؟ هذه اكبر نقطه ضعف عندنا في الانتاج الدرامي التلفزيوني والسينمائي. كتصيب شركه باغي يولي كاتب هو، كتصيب مخرج باغي يولي كاتب، او كتصيب كاتب ما كيعرفش شنو هو الاخراج. ملي كتتاح فرصه لشي واحد اللي تدرج عبر هذه المراحل كلها كممثل ككاتب مسرحي كممثل في التلفزيون او في بعض الافلام وكتصيبو خدا من كل مجال شي نقيلات، نقيلات بحال النحله كتاخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. اذا مع العمر الى طول الله في عمره كتصيبو واحد النهار عنده واحد الذخيره ديال التجارب اللي كتاهلو. ولذلك كنحمد الله انني درت واحد ثلاثه الاعمال مسلسلات وثاروا الشغب وثاروا الاسئله محرجه والمقلقه، وانا فخور بهذا الشيء لان ما كنشتغلش باش نرضي الاخرين، كنشتغل باش نرضي القناعات اللي هي ما جاتنيش من الفراغ، جاتني من منطلق الوفاء للصنعه اولا. الصنعه هذه راه مهنه على الاسف يعني. فمثلا كيفاش واحد ما ماشي ممثل ماشي مخرج وغادي يكتب سيناريو الجمله؟ انا كنشاركت عده افلام وعده مسلسلات انا غير كممثل. ملي كيعطوني الحوار كيكون عندي جوج سؤال، اما نرفض لان ما عنديش قناعه بداك الشيء، واما كنعيط للمخرج كنقول له الله يجازيك بخير انا باغي نشتغل في هذا العمل، شرف ليا نشتغل معك كمخرج، ولكن واش انت عندك قناعه بهذا الشيء؟ طيب سراب مع السي حميد بناني يعني داك الشيء كيعطيك ست صفحات في العشرة الصباح وغيقول لك غنصوروا في 11 وست صفحات. انا ولطيف احرار وسعيده بعدي وسي محمد كغط الله يرحمه وممثلين بكر وعسيري عاجيل عبد الاله والخياري وفهيد وحفيظه بعدي وعبد الله العمراني وزهور المعمري، يعني ممثلين كبار كيقولوا نقولوا هذا الشيء. قلت لهم انا ما نقولش هذا الشيء صافي سمحوا لي. كنكونوا غنصوروا مع العشرة كنبداو حتى ثلاثة العشية، نقول لهم أنا جالس هنايا جيبوا لي قهوة، كنراجع داك الشيء كامل. جا الكاتب الحارثي الله يرحمه على كل حال والمخرج البناني قال لك أسي زروالي دابا أنت عندك واحد 240 مشهد والمسلسل فيه 780، دابا إلا عاودتي أنت المشاهد ديالك غتبان مميزة من حيث الكتابة السيناريوهاتية برابور المشاهد الأخرى. قال لك دابا خصك تصوب لنا حتى المشاهد الأخرى. قلت لهم شنو واش أنتم بعقلكم؟ أنا كنبذل هذا المجهود مجانا معاكم باش ما يسجلش عليا الجمهور أنني أنا عبد الحق زروالي معايا الكغاط وعاجيل وغيرهم أنني كنقول هذا الشيء. فأنا كندافع على قيمتي بدون مقابل. اما الا بغيتي نعاود لكم كتابة المسلسل كله هذه راه خصها اكيد ميزانيه ووقت. اكيد. دائما في حديثنا على الدراما المغربيه استاذ زروالي هناك من يقول انه الملاحظ في الدراما المغربيه انها تعمل على التطبيع مع اللااخلاقيه التي اصبحت اخذه بالتفشي في مجتمعاتنا وباقي المجتمعات. هل هذا احد اهداف صناعه الدراما استاذ زروالي؟ اولا انا صناعه الدراما في هذا البلد ديالنا الذي نحبه انه لحد مع الاسف اكثر من 70% اعطي الامر لمن لا يستحقه، ناس بدون كفاءه بدون مؤهلات هما اللي كتصيبهم في الواجهه ديال المخرجين وديال كتاب السيناريو. ما كنقصش من الممثلات والممثلين لانهم كاين طاقات، ولكن كاين انتاج مع الاسف وبعض المخرجين وبعض يعني الانتاج والاخراج يعني وكتاب السيناريو هادو جاوا تلاحوا. تقول له شنو كدير؟ يقول لك علاش لا على هذاك احسن مني.
مش بينو انا مخرج انا كاتب سيناريو واحد القصه في راسي خصني زيرو صفر. اذا هنا ملي كتكون كتهضر على شركه الانتاج بعض كتهضر على بعض المخرجين وبعض كتب السيناريو هذا هو الركائز الثلاث اللي كيتبنى عليها الارتقاء بالانتاج الدرامي سواء مسلسل او فيلم. فلذلك وحنا الان ما بقيناش كنعيشوا بوحدنا معزولين، كلهم جلهم يقتاتون من فتات الانتاجات الاجنبيه. وي كاين تقليد، كيجلس قبل فيلم ولا مسلسل تركي ولا سوري ولا امريكي ولا هندي ولا ما عرفت داك الشيء، وكيقبط صابو دابا الورق ولا رخيص والستيريوات موجودين غير مليوحين ما كاينش اللي يساومهم، وكيجي غدا كيقول لك راني كاتب واحد السيناريو، كيجيك شي واحد عاوتاني كذا بشي شهاده ديال شي ديبلوم ديال شي معهد ما معهد، هو ما كاين والو غير خوا الخاوي. واسمح لي، اذا ملي كتعرف نقاط الضعف والسلبيات ديال اللي كيمكننا نرقى، حنا انا كنقول يا ربي بدل ما نديروا 100 مسلسل نديروا غير 3 غير 4 يكونوا مزيانين وننافسوا بهم ويوليوا كيتصدروا لبلدان اخرى وكيدار لهم الدبلاجه وكيتعرضوا في امريكان وفي الهند. وقتاش غادي نشوف انا فيلم في الهند الهنودي يقول لك واحد الفيلم مغربي شفناه ولا في روسيا ولا في استراليا؟ وقتاش زعما شنو في كره القدم دابا حنا باغيين نضموا كاس العالم وغادي باغيين نديو كاس العالم ياك؟ ايوا في السينما شنو ناقصنا؟ هذا هو السؤال انا اللي محيرني، علاش عندنا هذه عقده الشعور بالدونيه امام الاخر؟ اما نقولوا حنا لا علاقه لنا بهذا الميدان ونقطعوا العلاقه ونسحبوا ونخليوا الشغل لماليه، واما الا غنزيدوا ونقولوا راه خصنا السينما وخصنا كذا نكونوا كنعرفوا اش كنقولوا وكنعرفوا فين حنا وفين خصنا نوصلوا. هذا الشيء اللي ناقصنا استاذي. فكره واضحه. الفن والسياسه على ضوء التجربه اللي خذها الفنان احجام في البرلمان والتجربه اللي كتخوضها الان الفنانه فاطمه خير وغيرهم، الى اي حد يمكن التعويل على دخول الفنانين لمجال السياسه؟ وهل هذه واش كتعتبر ظاهره صحيه؟ الله يرحمه الحسن الثاني، الله يرحمه، فاش ترشح الطيب صديقي في الصويره ما نجحش صديقي هذا في شي لقاء قال له جات طيب سمعت بلي ترشحتي في الصويره ياك لاباس، قال له مولاي راه المسرح وكذا وناقصني هذا وبغيت هذا، قال له شوف ديها في المسرح ديالك خلي عليك السياسه بالتقار، الا دخلتي للبرلمان شكون غيدير المسرح في هذه البلاد؟ انا ماشي ضد لا ياسين الله يحفظه ولا اخت فاطمه، لكن هذه شوف مجرد بحال شيء زي قطره في بحر. امن ذوك البرلمانيين اللي كلها شي كيجر ولا شي كيشرق شي كيغرب، غتصيب راسها مسكينه ولا اي جوج ولا خمسه كاع ولا عشره كيدوروا في بلاصتهم واستقطابات الاحزاب، لا واش هذا معانا واش هذا ضدنا، اجيو الى اقترح شي حاجه واش غادي نصوتوا معاه ولا ما علاش غنصوتوا؟ المسألة لا تعني دخول الفنانة للبرلمان أو عدم دخولهم، المسألة أكبر يا أخي، هذا مشروع بلد، قرار خاص يريد أن يضع المسرح في موقعه الصحيح وأن يرد له الاعتبار فعلا وأن يجعل من المسرح مدرسة للشعب المغربي لمواجهة الإكراهات والتشوهات التي أصبحت تنخر وتنهش وتهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي وكل شيء. بالمسرح نستطيع، انا ما كنسميش قاعه مسرحيه ولا مركب ثقافي، كنقول لهم العياده المسرحيه. عياده انها تعالج. العياده مصحه يا اخي. لانك امراض الجسديه البدنيه هذيك ساهله، الطبيب ديال الاسنان، الطبيب ديال الودنين، الطبيب العينين، ايوا والامراض النفسيه والفكريه والسلوكيه والروحيه فين غادي نعالجوها؟ كنعالجوها بالموسيقى، كنعالجوها بالشعر، كنعالجوها بالمسرح، كنعالجوها بالروايه، كنعالجوها بتنميه المخيله والذوق ديال هذا الكائن البسيط اللي هو فقير ولكن راقي في سلوكه وفي تفكيره وفي تعايشه مع الاخرين، مع نفسه، مع محيطه العائلي والاجتماعي. فهذا هو دور المسرح، ماشي قضيه اننا خصنا نديروا المسرح ولا باش نكون ممثل ولا باش نكون مشهور ولا باش ندخل الفلوس ولا، هذه هضره كلها لا تعني صلب الموضوع اللي حنا كنهضروا فيه. سي زروالي واش بصح شي وقت كنت غادي تكون وزير او كان من الممكن ان تكون وزير؟ ماشي كان ممكن، طلعت في الساد الجرائد راهم عندي، كنقول سيري نجيبهم ونجيبهم، ماشي انا
وقرار صدر بأنه شافوني في عدة مواقف ديالي وفي مناسبات وفي قنوات خارجية في الإمارات وفي قطر وفي هذا، شافوني ناس أصحاب القرار في المغرب وقالوا إلا كان شي واحد يستحق يكون وزير ثقافة هو وزير والي، وطلعت في الجرائد خصوصا بعد 4 سنين ديال التجربة كمسؤول في الديوان ديال السيد البشير سابقا، وكواحد عندي السنين في المكتب المركزي ديال اتحاد كتاب المغرب مع السيد الأشعري ومع السيد رفع جواري، وخصوصا أنه عندي 9 سنين ديال الصحافة في العالم، وخرجت 81 نوفمبر 81 كسكرتير تحرير، يعني مارسها لمدة شهرين بعد ما رجعت من العراق. فلذلك أنا ما كنت بهاش بهذا الشيء، كنقول الله بغى يوفر لي هذه العناصر. وجاء قرار على باش زروالي خصو يكون وزير الثقافة في المرة الأولى، مع الأسف واخا ما خصنيش نقول غنقول هادشي، السي الأشعري مع المحيط ديال هذا قالوا راه السي عبد الرحمن اليوسفي راه ما بقاش وزير أول، وجا السي اللي جا من بعد منه طلب السي اليوسفي انه واش ممكن عامين اشعاري يمدوا له باش يكمل واحد المشروع ديالو، قال فليكن. ما طلعت في الجرائد لا ما بقاش فيها نقاش، وتم استضافتي في اجواء صافي بديت كنمارس العمل العمل الوزاري ديالك. وطبعا مير تسكت سير عليا. لا انا كنعجبني الحال نشوفوا السي المره الثانيه، المره الثانيه حتى هي عاوتاني قالوا الزروالي ايوا جاوا قالوا بدي لا راه على الاقل الحكومه خص يكونوا فيها شي 4 ديال النساء. هي فجات الاخت سوريا الله يرحمها في هذه اللحظه واستفدت من هذه المساله. شوف انا ما كيهمني لان على الاقل كنت نكون دابا الان كنستافد من واحد التقاعد مريح باش نكمل الطرح بخير على الاقل، ولكن كنقول خذ من الله ما اعطاك، شي حاجه ما مكتبالكش راه ما مكتبالكش. وي صحيح. الا ما تبقات واش انا كنت مفكر نفكر فيها؟ اذا ما دمت ما فكرتش فيها لما جات ما خصنيش ندم عليها ملي مشات. اكيد. فكره واضحه بعجاله، هل الفن وسيله لتهذيب الاخلاق؟ وهذا ماشي انا اللي غنقولها، هذا هو ما هو مبرر وجود الفنون والثقافه والفكر والفلسفه وهذا الشيء، ما هو مبرر ديال شنو قيمتها الا ما كانش. يقول لك هذا غير طرق تعبيريه. لا حبيبي لا اسمح لي اسمح لي، الانسان من اللي كيمشي وكيشوف حفل موسيقي السيمفونيات خالده وكيعيش واحد 3 ساعات وكيتخشع مع ذاك الانغام كيخرج انسان طاهر، ما يمكنش يصدر منه سلوك سلبي. الانسان اللي كيدخل لواحد المعرض وكيبقى يشوف اللوحات ويتمعن في كل لوحه، الانسان اللي كيسمع الشعر وكيتذوق وكيتلدد ما بين السطور والحروف والكلمات ديال القصيده والصور والمعاني والابعاد النفسيه والفلسفيه والخياليه اللي فيها، اذا كتكون واحد كائن بشري غني بالحواس اللي فيه. دابا حنا غير على مستوى البصر، كاين اللي كيشوف شبر، كاين اللي كيشوف 100 كيلومتر، واخا يكون هو رجل كبير والنظر انه النظر البصر يعني، ولكن راه كيشوف 100 كيلومتر، وواحد صغير وما كيعانيش من شي حاجه في حاسه البصر وكيشوف غير شبر. نفس الشيء بالنسبه للسمع، ماشي كل حاجه سمعوها الناس كلشي كيدركها بنفس المقدار وبنفس المقياس. صحيح. فهذا هو المشكل، حنا نتفاوت ماشي في الاحجام، شحال كنوزن انا ولا اش كتوزن انت، شحال في عمري ولا شحال في عمرك، كنتفاوتوا في القوه المعنائيه ديال كل واحد فينا. تكون دايز انت مثلا هزيت عينك ما عندكش اي حاجه، واحد كيدوز. انا واحد المره غادي مع واحد السيد في واحد الضيعه في طريق بني ملام، غادي وكيهضر معايا واحد الساعه اصطم، كان واحد السرب ديال النمل غادي اصطم على الاقل قتل واحد 50 ولا 60 نمله. انا تميت جاي وتخطيت قلت له شنو هادشي السي احمد، قال لي شنو، قلت له شوف شنو درتي، قال لي وراه ما شفتهمش. اذا شنو الفرق بيني وبينه؟ انا ما نقدرش نسيء الذبابه. اذا ملي كيكون الانسان عنده هاد التربيه وهاد التكوين الداخلي انه ما يقدرش يسيء الذبابه ياك غير نافع، فكيكون عنده هذا الحرص على كل حاجه سواء كان صغر شانها او كبر شانها. باش ما نطولش كيف قلتي في السؤال ديالك،
الله يكون في عون الثقافة والإبداع والفكر بكل أجناس ديالو في هذا الزمن الذي نعيشه. أنا الليل كله كنت بتفايق، كنت تابع الأخبار ديال ما يحدث في أوكرانيا وفي فلسطين وفي السودان وفي ليبيا، وفيضانات وحروب وزلازل وكوارث. فكيتسو أعلن وأعلنها أمامك أنه انتهى زمن الإبداع، انتهى زمن الشعر، لم يعد للسينمائيين ما يصنعون، لم يعد للشعراء ما يقولون، لم يعد للمسرحيين ما يقدمون لا على مستوى الكوميديا أو التراجيديا. انتهت مهمتنا، على الأقل خصنا نأخذ واحد الراحة بيولوجية لمدة 10 سنين أو 20 سنة كي نخزن ونخمر ما تراكم الآن. الآن أصبح الواقع أكثر غرابة من الخيال. إذن هاد ثروة الخيال اللي كانوا كيشتغلوا عليها المبدعين جهدت الآن، لأن الواقع أصبح أكثر مأساوية، أكثر عنف، أكثر دمار من كل. دابا كيفاش واحد غيصور لي شي مشهد الناس يخرجوا من السينما كيبكيو؟ ما بقاش. حنا كنا كنخرجوا من القاعة السينمائية كنبكيو، دابا الناس يخرجوا غير كيضحكوا. حتى الضحك ما بقاش. كي غدير تضحك يا أخي؟ كي غدير تضحك؟ لا فرق ما بين نضحك للشيء أو نضحك على الشيء. الله يخليك أحبيبي، استر لي على هذا الجملة. دابا نحن الناس سواء عبر هذا الوسائل داكشي اللي كنقيلوا كنتفرجوا فيه، نضحكوا على الشيء، كنضحكوا على داك الآن المغيب فينا. كل واحد فينا كيشوف وجهه في داك المرايه وكيضحك على راسه، ماشي على داك الفرجه، ماشي القيمه الفنيه او الابداعيه ديال داكشي اللي تلقى. لذلك نحن في مرحله البشريه، كنهضر على البشريه كلها، في مرحله صعبه. اطلب من الله، الله يحد بس. سي زروالي، كيفاش كيجيك الراب؟ فن من الفنون، فن من الفنون. كل مرحلة من الأجيال اللي كتجي، كل جيل كيجيب معاه شي شحنة ديالو، ذوق ديالو، فلسفته وتفاعله، ولكن مع الأسف أنه بسرعة تميع دغيا ركبه ناس لا علاقة لهم بالراب. الراي والراب، ياك الراي والراب بجوج هما في اللون طلقوا انطلاقة سليمة، ولكن من بعد هذا حل حانوت ديال تاع حجام، الاخر ضاع في حانوت، هذا دار محل كاسكروت، الاخر يخلي غير شي 30 متر وكيفتح حداه. اذا حنا العقليه ديال ما كان هذوك اللي نجحوا في الراي وفي الراب راهم جاو ماشي غير من فراغ، بحال الناس الغيوان جي لهنا في واحد الوقت، ولكن واحد الوقت وليتي في كل حومه كتصيب شري بندير وتعريجه وكذا، الله راجيه فلان وليت. فلذلك خصنا نفرقوا ما بين الجزء الايجابي والجزء السلبي في هذه الظواهر الفنيه اللي كتهضر عليها. استاذ واضح، استاذ زروالي خريج المعهد العالي للمسرح اللي انت مؤسس ديالو وممثل معتزل، وصف المعهد بانه ينشر الالحاد وان الفن حرام. ما عرفتش كون كتسقسي السؤال ديالك، ولكن يبدو لي ان كاين بعض الناس اللي كيفتعلوا هذا الاسلوب ديال ان عكسنا خالف تعرف لوح شي فكره بحال هكذا باش تثير عليك الانظار، وكيعتقد انه داك الشيء غادي يساهم في النجوميه ديالو والشهره ديالو، وانه غنوليو حنا كنهضروا عليه انا وياك دابا بحال هكذا. مع الاسف الانسان خصو يبني التجربه ديالو على اسس. الفن ضد ايش؟ الاساس ان الفن حرام وان المعهد ينشر الالحاد. ايوا شي ماشي جديد، لانه في تطوان في بدايه القرن الماضي كان واحد الحافظ بن الصديق دار كتاب باب ما جاء في تحريم التمثيل. هذا كتاب خطير هذا، وكيشرح علاش ان التمثيل حرام. كيقول لك اولا ان الممثل في المسرحيه قد يحلف بالله وهو يعرف انه حانت وكاذب. ولهذا كنلاحظوا في واحد العدد المسرحيات والمسلسلات، احق الله العظيم الى واحد النهار كنت غادي وانا نطلق، كيحلفوا بزاف. اذا هذا سبب كبر الحافظ بن الصديق سببه. قال لك السبب الثاني ان المسرحيه قد يضطر فيها الممثل الى ملامسه يد ممثله وهي لا تربط بها علاقه شرعيه، وهذا حرام. هذا السبب الثاني. السبب الثالث قال لك هو أن العروض تقام بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، وبالتاريخ هذا وقت الذهاب إلى المسجد وليس وقت الذهاب إلى المسارح.
السبب الرابع هو اللي كيضحكني اكثر. اين هو؟ قال لك قد تكون المسرحيه كوميديا، وقد يكون ضمن الجمهور شخص يهودي والممثل مسلم. في هذه الحاله فان المسرحيات تعطي الفرصه لليهودي كي يضحك على الممثل المسلم. شوف هذا كتاب 26 ولا 28 من القرن الماضي، فنرجع هذا ماشي كيضحك، هذا راه كيألم اكيد. يعني شوف التفكير الضيق فين كيوصل عند هاد الناس. اش بينك وبين هادشي؟ دين ودنيا. خلي الحياه بشعرها ورقصها وفنونها ومسرحها يزولوا لنا غير الراب السي زروالي. لا الراب خليته هو، شوف خلي دوك الشباب تاهما يفجروا داك الغضب ديالهم بعدا والغوات وداك الشيء طعم مزيان، لان الحياه هكذا. الفنون في الدول الاخرى راه كتصيب كاين اللي يدير شي اشياء والناس كيستوعبوه وكيتقبلوه وكيصيبوا له، كيجيبوا علماء النفس يحلوا هذه الظاهره وان كانت مرضيه. هي كيقسموا لها اشنو هي الاسباب ديالها وكيديروا لها دراسه وكيقلبوا على كيفاش يجتثوا الاسباب، ماشي يجيبوا هذاك راه حمق هذاك مسطي اش هذاك الويل واش داك الشيء. ما عندهمش هذه الاسقاطات اللفظيه والاحكام القيميه الجاهزه التي لا معنى لها. لذلك يجب ان ندرك من نحن كيف دابا الان، ماشي انا ولا انت، احنا في الكون أصبح كل ما يقع بيني وبينك دابا له صدى في أقصى أرجاء الكون. لهذا تعايش الشعوب والأديان والأجناس واللغات والفلسفات والنظريات وأشكال التطرف كلها ما بقاش دابا عندها، خصها تكون عنصر تباعد بيناتنا، خصها تكون عنصر إخصاب وعنصر تنويع وتكون سبب. أنا نبغي نكون كنختلف معك، علاش نكون كنشبه لك؟ هذا الامر ما خصوش يكون كيفسد الود القضيه كما قلنا. بالعكس، الا كنت دابا اجي الا غنسافر انا دابا للصين، بغيت نسافر للصين خصني نشوف كل ما هو مختلف عندي. بغيت نسافر مثلا للمكسيك، بغيت نسافر لشي دوله افريقيه. الا مشيت وصلت داك الشيء اللي عندي هنايا كنعيشو وكيتلائم معهم، اذا لا فائده. فلذلك الحديقه، علاش دابا خرج الحديقه غتصيب واحد 2000 نوع ديال الزهور، حتى نبتة ما كتشبه الأخرى. علاش؟ لو كان بغى الله يجعل كل النبات بحال بحال. طيور مختلفة، شوف شحال من نوع أسماك. فحتى حنا كبشر كيخصنا نكونوا كنآمنوا بالاختلاف الذي يخصب ويعطي باقة، كيقولوا باقة ما يمكنش تصوب باقة من نوع واحد، نوع واحد إذا كيكون فيها ألوان. ما أحوجنا إلى فتح آفاق، شساعة الأفق، النظرة ديالنا لذواتنا الصغرى ولهذا الكون الذي ننتمي إليه. فكرة واضحة. أستاذ زروالي في أحد الخرجات ديالك قلت أن الزواج هو أسوأ أنواع العبودية ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحريات الفردية، سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل. كيف ذلك؟ أيوه أنا ما عرفتش والله ما عرفت. إيه، لأن فكرة الزواج بالنسبة لي هي مختلقة. مختلقة الهدف منها هو إنشاء العائلات واستمرارية النسل وكذا، ومحاربة الحيلان والعلاقات الأمراض والعلاقات السائبة. لكن مع الأسف أننا ما خديناش منها الجانب الإيجابي. في ظل الزواج تحدث أشياء كارثية سواء من طرف الرجل أو من طرف المرأة، ولا ننظر إلى الزواج حتى في الدول الغرب وامريكا والشيء كوارث. نسبة الطلاق عرفتي فين واصلة ولا؟ إذن علاش غادي نتزوج ما حد ما دمت أنا غادي نطلق؟ يلا غير فقط أنه سخن لي الراس وقلت خصني نرتبط وخصني ندير أسرة وخصني ندير ولاد ونخرج على راسي وعلى ديك المرأة وعلى ولادي وعلى المجتمع وعلى كل شيء. فإذن أنا بالنسبة لي ملي كنشوفوا نسبة الطلاق والمشاكل اللي واقعة في هذا المجال ديال السؤال ديالك، كنقول اودي اذا خصنا نصحوا المفهوم ديالنا، ماشي نقولوا لا زواج ابدي معنا خصنا الكمال لله. ما يمكنش نقلبوا على شي حد كامل، رجل كامل ولا مرأة كاملة، باش نقول هذا زواج نموذجي صالح لكل زمان ومكان. انا كنشوف علاقات كانت في قمة التواصل والاعجاب والحب وكذا، وفي الاخير انها تجهدت لاسباب تافهة، اسباب بسيطة، والضحية دائما هما الخلف.
فأنا من هنا كناخذ هذا الموقف. ثم تسلط الغيرة شيء طرف الرجل أو المرأة، الغيرة شيء. الرجل شاف مرأة لبست وتعطرت وداك الشيء كيقول لها شنو هذا الشيء، غتخرجي للشارع هكذا غادي يبقاو يشوفوا فيك الرجال جالسه معايا وصدرك عريان وبدل عليا شيء. هذا هو كيحرمها من واحد الحق من حقوقها. هذا هو التسلط ولا غيره؟ دابا تسلط ماشي غيره، وعدم الثقه بالنفس ديالو هو. لو كان تايق في راسو ما غينتبهش لهاد ان خروجها بهذاك الشكل كيمكن يكون سبب لشي علاقات اخرى من غيره هو. ونفس الشيء بالنسبه للمراه، في كنتي مع من تلاقيتي، شكون هذيك اللي هضرت معاك كذا كذا. اذا هنا كيولي هو وهذا علاش حنا كيسميو كيقول لك اخويا خصني نمشي راه غادي تسعد شنو او وزاره الداخليه كتسمعني في الدار يا كيقولوها وزاره الداخليه. اذا حنا ما محتاجينش شي حد يقمعنا خارج البيت مادام عندنا وزاره الداخليه في الدار. كيفيه علاش غادي يسقطوا عليا هذه السميه ديال وزاره الداخليه حسب الفهم ديال وزاره الداخليه ديال هذا الشحال. اما دابا وزاره الداخليه ديال دابا سيرفتي راه من اطيب خلق الله، راه عزيز عليا وكنحترمه وراجل ما كيف ماشي بحال العهد ديال دريس المصري وداك الشيء. كان وزاره الداخليه هي راك عارف كمل نقلك. فلهذا اذا انا مازلت كنأكد على الهضره ديالي ان الزواج في ظل غياب شروط ماديه ومعنويه يستحسن بلا شحن. صح، فكره واضحه. لنا الله يا سناء نحن معا ضحيه انتماء لأمة تخصصت في الغدر لا في الوفاء، في الأخذ لا في العطاء، في الهدم لا في البناء. لماذا تذكرك هذه القولة؟ برج الزوراء في بغداد. ايوا هذا بحال تورن في الباريز بغداد يا اخي وما ادراك ما بغداد. وكتبت هذه القصيدة من ديوان ديالي نشوة البوح. اللحظة اللي انا فيها فرضت عليا، انا ما عمري فكرت انني نكون شاعر، ولكن ما يمكنش شي لحظات في حياه الانسان ممكن هي كتردك شاعر بالرغم منك. فلذلك انا سعيد للظروف واللحظات اللي عشت والتي الهمتني كتابه ديوان نشوه البوح، بحال فرما من اللي كتبت القصيده ديال يا امراه قال ربي اني وضعتها انثى وقلت ربي ما جئتك بالقوه فلا تشهد على ضعفي هذا كفي وسطه طوبة ثلج دعيني امرأة ألامسك بالكف الأخرى لتري كيف يصبح الثلج جمرة. أيتها المرأة المتعبة، أيتها المرأة المتعبة، إياك أن تعتقدي ما بيننا مجرد دعابة، إياك أن تكوني في صيف سمائي مجرد سحابة، كوني نارا إن شئت اشتعلي فأنا طين الله كلما احترق ازداد صلابة ازداد صلابة ازداد صلابة. يا سلام يا سلام. ماشي أنا اللي كتبت هالشيء. ماشي أنا. شكون؟ أنا في الديوان كنقول لست بشاعر، ولكن عندي استعداد للزهو أن أرى رأسي يتدلى كعنقود فاسد كلما ضاقت دائرة حبل مشنقة الشعر حوله. الشعر يلاحقني، ماشي انا بغيت نولي شاعر. فهمت؟ نعم. ماشي انا، اللحظات معينه هي التي الزمتني. حتى ملي كنت في القدس في مدينه الخليل وفي القدس استقبلوني الطالبات والطلبه في كليه الاداب ديالهم في الجامعه 8000، جامعه الخليل راه فيها 8000 طالب وطالبه، هذه اللي دابا فيها الحروب وهالشيء. فقلت لهم أعرف أنه من الصعب قراءة الشعر فوق الأرض التي أنجبت محمود درويش، ولكن أتحداكم. بديت كنقرأ وما كيستبعدوا أن واحد من المغرب كيهضر بالعربية بعد أصلا، كيحسبهم إحنا إما الفرنكوفونية ولا الأمازيغ مزيان. ولكن أنا ثبت لهم، قلت لهم عندما ما نعود شي هضرة قلتها شي حلقات أخرى ما خصش نعودها، هذيك عندما مات نزار قباني خلى لك وصية. ها هو بلا ما نكمل ياك. بلا ما نكمل واضحه. ندوز الفقره الاخرى اللي هي فقره ديال فيديو صوره او تعليق، ونبداو بالفيديو الاول. وما لا اسرائيل زعما مالو؟ ما لا اسرائيل ما عرفت نسولك انت. والعالم كامل معترف باسرائيل، العالم كله مطبع باسرائيل بما في ذلك الجزائر، كله مطبع. نقدروا نشوفوا شي نهار السلفي زازي في اسرائيل في رحله مثلا استجماميه
انا استجمامية اظن ان شواطئ المملكة اجمل من شواطئ فلسطين. دبلوماسي فرض الدين. لا انا اقول لك هذا بكل تأكيد، لكن ان اذهب للصلاة في القدس. لا تذهب الى اسرائيل. اذهب الى القدس. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، مسجد الاقصى، مسجد الحرام، ومسجد الاقصى اللي في القدس، ومسجد هذا المسجد. ولكن ولكن انت حاليا تعترف بان هناك دولة الاسم ديال اسرائيل كله ياك. انا اتحدى اي انسان يقول لي ما يعني اقصى ما كاين الجزائر، كلهم يعترفون ويطالبون بحل الدولتين. واش الفيزازي غادي نشوفوها شي نهار في اسرائيل وكيعمل الصور بحال اللي كيعملوا من دبي ومن دول اخرى؟ الله يجيب شي تذكير عليه ياك. هذا كان الرد ديال الشيخ الفيزازي على اسرائيل. على اسرائيل هذا الموضوع، انا في واحد المرحله جاتني دعوه لبيت الكرمه لوحدات الابيب في ذاك الفتره اللي كانت تطبيع، كانت ظاهره التطبيع، وكانوا كيحاولوا يستقطبوا واحد العدد المثقفين وفنانين من المغرب. وفي هذا الاطار مشى المرحوم الصديقي والمرحوم خالد الجامعي وفاطمه الوكيلي وشي مجموعه، وكانوا يعني تنعتوا في المغرب واحد النوع من يعني الخيانه الكبرى، وانه ده طبعوا الباسبور ولا شيء. جاتني دعوه من بيت الكرمه، فانا كنت في المكتب المركزي ديال اتحاد كتاب المغرب، واستشرت وصيف منصور وابو مروان السفير ديال فلسطين، وصيفطوا لي يحيى خلف وزير الثقافه في السلطه الفلسطينيه، وصيفطوا لي رساله راه عندي محتفظ بها كيقول لي السي زروالي هي هذيك الجمعيه اللي استدعتك، هي جمعيه من عرب 48، ولكن نفضل انك ما تمشيش لانهم يعني اسرائيل كتعطيهم الفلوس باش يبداو يستقطبوا مثقفين وفنانين من عده اقطار، وداك الشيء كتوفر لهم، وانا كانت عندي فيها ميزانيه خياليه 50000 دولار مع الاسف. فدرت بيانات ديالي تنشرت على نطاق واسع انني ارفض وارفض وارفض. مع الاسف شي اصدقاء اللي هم يعتبرون قمه المعارضه والرفض والالتزام قالوا ليش هاد الضجة داير إعلامية على عدم الذهاب ديالك؟ قلت لهم واو، كان جيت نمشي أول حاجة غديروا مؤتمر استثنائي وغطردوني من المكتب المركزي ومن العضوية. قالوا لي غادي نطردوك، ولكن ماشي على اللي مشيتي لإسرائيل، على اللي ما ديتيناش معاك. صافي؟ إذن نلخص لك الموضوع. هو شوف، أولا قال لك أنا مشيت الشواطئ المغربية، وقال لك كنتمنى تجيني شي دعوه على يدك. شوف دابا هي هاد التناقض اللي حكيت لك عليه قبيله. كنتمنى تجيني شي دعوه. انا مشيت جوج مرات 97 بمسرحيه جماعيه عتق الروح، فيها السي بلهيسي مولاي عبد الله العمراني الله يرحمه، ولطيف احرار وخلود ونعيمه الودني وفنيش عبد المجيد، وديت مسرحيه مغربيه، كانت اول عرض مسرحي مغربي في المسرح الوطني الفلسطيني في القدس الشرقيه. شي كنتبع هذا واقع. المهم مشيت في 2015 بمسرحيه اخرى، مره مشيت عن طريق الاردن ومره مشيت عن طريق تل ابيب. ماشي هذا هو المهم، ها احنا دابا مشيتي ولا ما مشيتيش، هل هذا سيضيف سيعمق الازمه او سيحل المشكل؟ فلذلك احنا السياسه شيء، السياسه أمريكا من جهة أوروبا والدول تطبيع، هذه السياسة، موقف رجال الدين القدس وكذا وكذا وكذا، هذا جانب. الجانب الثقافي والفني، أنا فرحان أنني كنت قدمت عتق الروح في القدس أمام جمهور إسرائيليين ولا عرب ولا ما عرف شنو، ما تهمنيش أنا يعني. ومشيت مع السلطة الفلسطينية في الوقت اللي رفضت 50000 دولار، مشيت مع السلطه الفلسطينيه صفر درهم. صفر درهم. اذا هنا خصنا غير نستوعبوا اللعبه. الان ها انت ما مشيتيش ولا بحال الاسلوب ديالك هذا، شنو زعما انت بعدم الذهب ديالك صافي غتحرر فلسطين؟ او الا مشيتي شنو صليتي في القدس؟ واش من اجل الصلاه ولا من اجل الفكره؟ انا ما مشيتش من اجل انني نصلي فقط في القدس مرتين، مشيت من اجل انني نوصل الثقافة والفكر والمسرح المغربي لهذاك الجمهور ديالنا تما، ومشيت باش نعبر على التضامن ديالي مع المجتمع الفلسطيني
مشيت باش نقول بأن حيثما وجد المسرح فتمة وطني. أنا ما تهمنيش إلا بقيت أسير هاد الضغوطات من هاد الجي ومن هاد الجي ومن هاد الجي، خصني نجمد كل شيء ونربع يديا ونقول انتهى الكلام. هذا هو اللي كاين. فكرة واضحة. وندوزو حاليا للفيديو الموالي. أستاذ زروالي، شنو الرأي ديالك في الدورة الأخيرة ديال مهرجان المسرح الوطني بتطوان؟ تنظيم كارثي، تنظيم كارثي بكل المقاييس. أنا شفت اللايفات، ما عرضونيش، ما مشيتش، ما حضرتش، ولكن شفت اللايفات ديال الناس، تنظيم كارثي. يعني ما لا يليق بمسرح مغربي ولا يليق بضيوف المسرح المغربي، لا يليق بهم. لا من ناحية التقديم، لا من ناحية سميتو خلق النقاشات، لا من ناحية كل شيء، لدرجة حتى الجوائز كل شيء احتج عليها. بقى فيك الحال حيت ما عرضوكش؟ لا أنا ما يبقاش علاش يبقى فيا الحال، أنا قلت لهم راه ما عرضتونيش وصافي. هذا كان التعليق ديال الزميل والفنان محمد الشوبي. الشوبي بعدا أنا عزيز عليه بزاف، حتى هو ماشي كاع بزاف ولكن عزيز عليا، احترمه. غير هو وقع في واحد التناقض، ما استدعونيش وعندي ملاحظات على التنظيم، فكونك ما حضرتيش ولا ما استدعوش ما بقاش عندك الحق تهضر على ان التنظيم ما كانش في المستوى. هذا جانب، يعني جانب شكلي، ولكن كيبقى شوف ملي خرج المهرجان، انا كنتفق معك الشوبي، ملي خرج مهرجان من مكناس ما بقاش في الاوج ديال، انا ماشي ضد تطوان، تطوان بغى دير مهرجان اخر لماذا؟ ولكن حافظونا على 16 دوره في مكناس يا اخي. مكناس بهوائها، بجمهورها، بموقعها، بافينيو، كنقول لهم افينيو ديالنا، فرنسا كتفتخر بافينيو، حنا عندنا مكناس، جاتنا هكذا مدينه جاهزه اننا تكون عندنا افينيو ديالنا. فلذلك حتى انا ما كنتش، انا حضرت غير يومين الاخيره لان كنت في مهرجان ستات ديال الفيلم، وبالتالي عنده الحق في واحد جزء كبير من الملاحظات حتى هو انحضر او ما حضرش. هو قال لك شاف اللايفات. ايوا هي، ولكن شيء كل ما اعتمد اللايفات معناه انه عنده مصداقيه ونبني عليها انا وجهه نظر، ولكن كانت ملاحظات حتى فيما يتعلق بالجوائز، حتى فيما يتعلق بتشكيله اللجنه. انا في القاعه كنسمع التعليقات ديال الناس، كيقول لك من هؤلاء اللي في اعضاء اللجنه؟ من هؤلاء؟ بصح هذا سؤال كبير حبيبي. فاذا انا غير كنسمع، والجوائز كانت شويه فيها نوع من، مع الاسف، ماشي مرضيه ومقنعه بالنسبه لنا. انا ما نهضر على راسي غير كواحد من الناس، ماشي كواحد يكون عنده، ماشي غير الدوره، الدوره اللي قبل منها، الدوره اللي قبل منها كانت كارثيه اكثر. هو كان هنا في هذا الباساج كيتحدث على الدوره اللي فاتت، ماشي اخر دوره. وي ماشي اخر دوره، لا يتحدث عن الفتره اللي فاتت. اللي فاتت. اذا انا دابا تخلط لي الهضره. اذا انا مزيان انا تداركت، سواء بالنسبه لهذه الدوره ولا الدوره اللي فاتت، كانت هناك هفوات، كانت هناك ثغرات اللي يجب ان اعمل على تفاديها في الدورات اللاحقه ما امكن. واضح سي زروالي، وكنوجهو تحيه للسي محمد الشوبي، وندوزو الصوره المواليه. شكون هذا الثاني؟ شوفوا الفيديو الموالي. شكون هذا؟ الصوره المواليه. اي 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 الله يرحمه على كل حال. اكيد الله يرحمه. انا دائما كنردد في أسوأ الحالات، اللهم حاكم ولو كان جائر ولا رعيه سائبه. هذا الدعاء ماشي ديالي، ولكن كينطبق على العراق، كينطبق على اليمن، كينطبق على ليبيا وعلى السودان، عمر البشير. إذن ملي كتشوف هذا الربيع وهذا الروينة وهذا البركان، ما سميتوش الربيع، أنا سميته البركان العربي، وتشوف النتائج ديالو شنو عطى، عطى مزيد من التراجعات، مزيد من التدهور اقتصادي اجتماعي صحي نفسي كارثي على جميع المستويات. اذا انا كنمشي للعراق 18 مره، ايام البكر قبل ما يولي هو رئيس، ايام حسن البكر ما كان هو نائب الرئيس. فلذلك صدام كانت بيناتنا جوج لقاءات، مره في اللقاء في القصر الجمهوري ملي كان حافظ الاسد بان هذا بالشهر، مشى يوقع اتفاقيه الوحده مع حسن البكر 77 اعتقد ولا 77،
ومرة في 79 ملي ولا هو رئيس عرض علينا شي حفل عشاء في قصر الجمهوري وفاش جاي يسلم علينا عاود تسوى لكن عاود لك اولا داير واحد الليغا واقف مدور وجهه ما كيشوفش الناس كيدير غير هكذا. انا ملي جاتني النوبه ما سلمتش حبيبي ما سلمتش يعني بقاو كيقولوا لي زيد زيد وانا واقف صافي هو دور وجهه مد يديه وانا عاد مديت يدي وثانيين بالليغا سمح لي. فلذلك بقى عندي هذا المأخذ. حنا راجعين للوطيل قالوا لي واش انت ضربك الله ما عارفش مع من كتتعامل. قلت لهم والله ما نمد يدي لشي واحد هو كيشوف جهه اخرى. اسمح لي الله يخليك كون شكون ما بغيتي تكون بغيتي تسلم عليا خصك تشوف فيا اولا عاد تمد لي يديك ماشي مد يديك لاباس بخير شنو هذا الولاده هذا هو. فلذلك خلي هذا الجانب ذاتي هذا شخصي. ما احوج العراق الى رجل طاغيه بحال هذا. فكره واضحه لأن العراق أو بعد الوضع مع الأسف سمحوا لي العراقيين راكم عزاز عليا بالتناقضاتكم كلها إما تكون بحاله وتقدر تحقق الاستقرار وكان عندهم نهضة اقتصادية كبيرة ثقافية كبيرة في ظل القمع والديكتاتورية كانوا غاديين بواحد. كان بغداد مرشحة باش تكون أجمل مدينة في العالم أجمل ترشحت وكانت غلطة تأخذها. فإذن قال لك العبرة بالنتائج يمكن ليش أنا يجيب لي واحد كيعرف يهضر ولا كيردد شعارات وحرية التعبير وحقوق الإنسان وكذا 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 وهي خدام غير النهب والسرقة وضرب يلا الضرب. أنا جيب لي واحد أكون سبع وكون ناسي هي هذا الرجل هذا كان طاغية كان ديكتاتور كان ولكن هذا هو بعض الشعوب لا تحكم إلا بالقوة أو لا تحكم أبدا. فكرة واضحة دوزو الصورة الموالية سيلجم كلمة خفيفة سي محمد الله يلا كلمة خفيفة سي محمد الجم شي مرة أنا وياه جالسين في واحد القهوة في الرباط هو يدوز واحد شخص مهم قال لي السي زروالي قلت نعم قال لي تبارك الله عليك رجل سيجار وداك الشيء وفين هاد الغيبه كاين شي جديد قلت له لا قال لي خصنا المسرح ديالك راك انت بوحدك اللي كدير المسرح في هاد البلاد والجم جالس حدايا تعرف تصور واحد يقول هذا ضرب وهو جالس حداك ماشي غير انا وياه بزاف فينا قلت له حسب الظروف لا 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 الله يخليك راك بوحدك اللي كاين في هاد البلاد كدير المسرح خليني من داك الشيء الاخر ودار بيدي هكذا. هو مشى سمح لي قال لي شكون هذا قلت له عقل عليه راه شخص مهم في المغرب قال لي شكون حسابو شي مدير بنك ولا شي حاجه باش يعيطوا له يدير شي اشهار شي منتوج ولا شي حاجه. قلت له عقل على هذا الرجل راه شخصيه مهمه في البلاد قال لي شنو قلت له هذا اكبر قلت له راه تقدر تحتاجو شي نهار قال لي شنو قلت له هذا اكبر دكتور في الامراض العقليه وراه تقدر تحتاجو شي نهار. سي محمد الجم وقف قال له أشريف أجي أجي أنا راه نقدر نحتاجك شي نهار الزروالي راه محتاجك دابا أجي شوف شو وقع له. تحياتي سي محمد الجم. دوز الصورة الموالية ما بقاوش بزاف بقاو ثلاثة الصور. شكون هذا؟ ما عرفتيش؟ والله ما عرفتها حبيبي اسمح لي شكون يقول لي هذا طوطو مغني ديال الراب. ما عنديش عليه فكرة ما أعتذر. مرحبا دوز الصورة الموالية سيد وزير الثقافة سي بن سعيد. ايوا شوف هو جا في واحد المرحلة صاب واحد الملفات محطوطة ديال الدعم ديال المهرجانات ديال كذا هو قال اش غادي ندير غادي نخلي الأمور غادية كما هي ونحاول ما أمكن أنني مرة نعمل على خلق بعض التوازنات باش نتجنب ما امكن انني ندخل بشي تشنجات ولا صدامات مع هذه الجهه او تلك. اذا هو لحد الان غادي بشكل هادئ بشكل اداري ماشي من داك وزراء الثقافه اللي كيجي كيقول لك انا غادي نغير كل شيء انا عندي مشروع بديل لهذا الشيء اللي داز وبالتالي ها التصور وها الاستراتيجيه وها البرنامج ديالي كيفاش داير. فهو بقى غادي بواحد التوازن معين وكيف تيقولوا يعني لا ضر لا ضرار هذا هو اللي نقدر يعني لا ضر لا ضرار. فكره واضحه ندوزو
الصورة أو الفيديو قبل الآخر. سي عاود أنا عاود لك فاش مشيت للجنازة ديالو السي الطيب الصديقي. غير خرجت من أولا فاش دخلت العائلة مشيت للتابوت الفقيه كيقراو القرآن وأنا قلت لهم بعدوا مني أولاده الزبير وراضية وأمينة الله يذكرهم بخير وبكر وكل شيء. قلت لهم أعطوني واحد دقيقة ولا جوج غير تكيت على التابوت ديال الطيب. كانوا الفقيه كيقراو الدنيا الصباح باش غندور الروضة هو يهضر معايا في التابوت. شنو؟ طيب بصح قال لي الزروالي سي الطيب هي بناتنا كلها. قال لي صافي دابا على خاطرك. قلت له كاين شكون هذا؟ ايوا سيدي انا خليتك هذا المسرح يلا ربح به. وربحت به سي الزروالي خليني نكمل لك. قال لي وهذو دابا اللي خدامين بهذا الصداع وهذه الدنيا هذا قول لهم يسكتوا لي خلوني نموت في خاطري. هذا الطيب قال لي اش خرجت انا كنضحك كل شيء تخلع. قالوا الزروالي حماق ولا ما عرفش لانه جاتني هستيريه الضحك. راه هو قال لي هذا الهضره. قال لي راه هادو صدعوني من الصباح هما بهذا الشيء وهذا الدخول والخروج والطناجر والقرايه وهذا الشيء. انا ما باغي حتى حاجه باغي نموت في خاطري. هكذا كيهضر معايا. انا جاتني هستيريه ديال الضحك خرجت كنجري في الدرج كل شيء تعرض لي مخرجين ممثلين توريا جبران الدرقاوي كل شيء كل شيء ياك لاباس الزروالي. كاين اللي في السراء ان الزروالي زعما كيضحك لان عجبه الحال انه تهنى من المنافس. اش منافس قدوة كبار من المنافس حبيبي طيب قدوة ديالنا كاملين صافي بغى اللي بغى وكره اللي كره كلنا خرجنا من معطفه صافي بغى اللي بغى وكره اللي كره واخا تجيك منه الإساءات كلها. أنا قلت لهم طيب واخا يكون فيه 95% ديال السلبيات 95% ديال السلبيات ديك ال 5% ديال الإيجابيات كتمسح له الأخطاء ديالو. في حين كاينين وحدين عندهم 95% ديال الإيجابيات وهذيك 5% السلبيات كتمسح دوك الايجابيات ديالهم. فملي سولوني في قناه اعتقد دوزيم ما عرفتش اي دوزيم قالوا لي شنو شعورك كاع بالحق. قلت لهم انا هاد السنه اللي دازت فقدت الاب والام ديالي وجربت معنى اليتم وتقبلته امتصيت الغضب والحزن ديالي باعتبار ان الفناء نهايه حتميه لكل البشر. الأب والأم قدرت نتحمل اليتم ديالي ولكن هذا النهار صعيب عليا أنني لأنني أجرب الآن ما معنى اليتم. أما الصديقي واخا أخطاء وملاحظات اللي عليه هذاك بوحده كان بمثابة رأس حربها اللي كيخترق كحركة حنا في الهواة ولا في المحترفين ولا في كان بمثابة رأس حربة اللي من خلاله كيخترق واحد المساحات اللي في الغياب ديالو ديال مجموعة من الأسماء أخرى واللي ها وما كاين كل شيء وما كاين حتى حاجة. كاينش رأس الحربة كاينش القاطرة مثلا الحركة المسرح بحال كتسمى بحال التران فيه 36 فاقو ولكن كاينة قاطرة هي اللي كتجرد دوك العربات. إلا ما كانش القاطرة دوك العربات واخا ما توصل فين ما وصلت كتبقى واقفة بلاصتها أو كتدور حول نفسها. رحمه الله على أين سي طيب صديقي. تعليق على المنتخب الوطني كمغربي كنحييهم جميعا من المدرب حتى اللاعبية حتى الإدارة كل شيء. هذا واجب. إحنا شاركنا في كأس العالم ومقبلين على تنظيم كأس العالم فما خصناش نشنجوا أكثر من اللازم وناخذوا الأشياء بروح رياضية لأن يعني الكرة يعني ما نكبروش المشكل ماشي نهاية العالم. فلذلك إن شاء الله كنتمنى لهم التوفيق وكنتمنى غير داك سميتو نصيري ياك نصيري ولد فاس اي ولكن كنتمنى هي سميتها كرة القدم هو معتمد على راسو. خصني يدير التوازن لراسو في داك الرقعة ديال المربع ما بين المهارات اللي هي واخده 65 ل 70% ديال الجزء الاعلى مع الجزء الاسفل ديالو.
أنا جات الكرة عاوتاني ضربها بالشمال ضربها باليمين وخرجها لنا وضيعنا في تحية لهم الله يوفقهم إن شاء الله غنحتفلوا فيما إذا مهما كانت النتيجة سنحتفل مهما كانت النتيجة برافو عليكم ونتمنى لكم التوفيق سي زروالي شكرا جزيلا تحياتي شكرا على قبول لك الدعوة وشرفتينا سلامتكم وتحية لك وللطاقم التقني الرائع الجميل والله يوفقكم توفقوا في هذه المهمة ديالكم وحنا كنكملوا بعضياتنا شكرا جزيلا إلى هنا متابعينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا كان معنا الأستاذ عبد الحق الزروالي شكرا له شكرا لكم متابعينا الكرام شكرا الوصول كذلك للطاقم التقني دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء شكرا جزيلا